حضانة نور الهدى. وأهلا بيكم على شبكة مصر. النهاردة عايزة أقول لكم قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أمل جدا عشان احنا بنلعب مع بعض كتير وبنقضي وقت حلو كتير في الحضانة وبنحب بعض قوي. وبحب فاطمة عشان احنا بنحب الحضانة كتير وبتعلمنا حاجات مفيدة. الوقت عايز اقول لكم حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي كل ما يلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت معكم أمين محمد شداد في شبكة عالم مصر وحضانة نور الهدى.